كابتن عماد، خلينا نروح لخط وسط النادي الاهلي، مروان وقفشه واكرم. اكرم كان بيلعب باك رايت، دلوقتي النهارده في المباراه دي دخل في نص الملعب، رجع لمكانه تاني. رجع في مكانه. الوقفه النهارده، هل النهارده مستر كولر هيلعب باثنين سته او اثنين مدافعين، مروان جنبه اكرم قدامهم قفشه، ولا مروان هو هيبقى راس المثلث وقدامهم قفشه واكرم؟ هي هتمشي الاثنين يا اسامه على حسب طريقه التحضير واسلوبك في الضغط العالي. يعني وانت معاك الكوره وانت معاكش الكوره، هتلاقي دايما الاثنين الطريقتين شغالين. خاصة ان قفشه مش 10 اكتر، يعني ما بيشتغلهاش 10 اكتر، بيشتغل 8. فلو لعب 8 هتلاقي اكرم في الجنب اليمين يلعب 8، يبقى انت عندك جبهه في الجنب اليمين خالد واكرم وطاهر. ونفس الكلام في الجنب الشمال، الشحات وقفشه ويحيى عطيه الله. ممكن نقول قفشه هو اللي ليه الحريه الهجوميه اكتر. ده اكيد، ده اكيد. وهتلاقي اكرم برده نفس الكلام، لان اكرم الناس اللي عندها مجهود، يقدر يكمل بوكس تو بوكس كويس جدا، يشتغل من 18 ل 18 ما عندوش اي مشكله، يروح في ظهر طاهر، يدي طاهر الحريه ان هو يشتغل جوه عمق الملعب. ولكن انا بكلمك في الحالات الدفاعيه هتلاقي اكرم مع مروان، في الحالات الهجوميه هتلاقي اكرم هو اللي مكمل مع قفشه. ف هتساعد لعيبه نص الملعب، وده انا بحس دايما ان الراجل يا اسامه او مستر، وانت بتتكلم يا كابتن عماد، يعني دي لقطات لجمهور النادي الاهلي المتواجد النهارده في استاد القاهره، ودائما وابدا جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد، هو المساند، هو اللي خلف فريقه في كل الملاعب وفي كل المباريات. ان شاء الله يكون يوم وفى لعيب النادي الاهلي النهارده، ويعني يخرج كل الجمهور ده باذن الله فرحان. تكمله تاني للثلاثي اللي في نص الملعب يا اسامه، لمساندتهم مع طاهر والشحات وكهربا. في مباراه زي كده انت محتاج لان قفشه يكون قريب من ال 18، اللي انت عايزه كمان يخش يدخل جوه ال 18 عشان يبقى قريب من الجون وقريب من صناعه الاهداف اكتر. نفس الكلام لاكرم، حريه لحسين وطاهر، مساعده في الامور الدفاعيه. دايما كولر معودنا ان في اتنين في نص الملعب عندهم الملكه سواء الهجوميه او الدفاعيه. هتلاقي مروان والسوليه، مروان كوكا، مروان النهارده اكرم. مره وحيده بس اللي كان مروان قفشه امام عاشور، دي كانت تشكيله هجوميه من وسط الملعب. ده كان واضح ان الاتنين اللي في نص الملعب، وفي وقت يعني كمدربين انت بتحب ان يبقى عندك التشكيله دي في نص الملعب، عندك اتنين عندهم النزعات الهجوميه اكتر من الدفاعيه. لكن النهارده لا، في توازن. المباراه مهمه، المباراه الاولى زي ما اتكلمنا في المجموعه، محتاج ان يبقى عندك توازن. اتكلمنا على خالد عبد الفتاح في الجنب اليمين ان هو عنده واجبات دفاعيه. انا ممكن اقول لك النهارده ممكن تلاقي خالد لا عنده واجبات هجوميه لان اكرم هيساعده في الحياه الدفاعيه، او العكس ان اكرم من نص الملعب هو اللي هيبقى عنده واجبات هجوميه اكتر وخالد هو اللي يقدر يساعده في المهام الدفاعيه. كولر دايما بيفكر اسامه في استخلاص الكوره، يعني بيفكر بيشغل باله اكتر والكوره مش معايا. مش حابب ان الفرقه اللي قدامي، زي ما كان مثلا الكابتن هاني من شويه، ان انت ما تدخلش الفرقه دي معانا في الجيم من بدري وتدي له فرصه اول 10 دقايق يعدي من غير اهداف او ربع ساعه. الفرقه دي لما بتاخد ثقه بعد كده بتتعبنا. مطالب كمان الاخطاء اللي كانت الماتش اللي فات، ان انت ما تعززش الهدف بهدف تاني، ان انت برضو ما يبقاش عندنا نفس الاخطاء النهارده. اللي هيساعدك في نفس الكلام هم لعيبه، اكتر لعيبه نص الملعب، في استخلاص الكوره، في بناء الهجمات، في الفينش على 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 المرمى.